أتيت إلى هنا لمحاربة الظلم. نحن ما فرناش علشان نقطع شارع أو نسب لأحد أو نشتم أحد بشخص. نحن أتينا هنا لكي نقول للظلم لا. معانا مشاكل كثير. شوف يا جماعة الخير، شوف أمانة عليك أخينا محبوس في الزنزانة هذه المغلقة في قانها كما كأنهم محبوسين سياسيين. يا جماعة شوفوا أمانة، شوفوا الأطواق المغلقة، هل هذه حقوق ولا انكسجين؟ انا ما اتيت هنا الا باحثا عن العداله عن العداله عن العداله عن العداله. انه ملك في امريكا وهذا يخص القضاء الامريكي لا يخص القضاء اليمني، لماذا يطلبوها في المحكمه هذه ويحوها في تعز المحكمه التجاريه؟ ما دخل اليمن في امريكا؟ شيء يخص القضاء الامريكي ما دخل هذا. هذه مخالفة قانونية، أين الدولة؟ وأين الاختصاصات الذي ينادوا فيها؟ كل كذب كلام. لي 3 شهور مسجون لهنا ولم أعرف حتى القاضي ولم يطلبنا لمقابلته. تمام، وهناك إجراءات تعسفية وعدد وقضايا كثيرة. أجيت تسلم المفتاح للقاضي رئيس المحكمة أنا بالحالمي بعد ما حكم بالتنفيذ بالإخلاء بالمحل. بعدين قال لي احتبس داخل. والحكم على والدي مش باسمينا، باسم الوالد ولا اي صفه انا في المحل. والله وجود هؤلاء الاشخاص في الخارج للمطالبه بالافراج عن هؤلاء الاشخاص الذي تم صدور اوامر تنفيذيه بحقهم بالحبس لمده 4 اشهر، وكذا احاله من نفذ الاموال العامه بتهمه الاعتداء على الموظفين. والواجب على القائمين بهذا الأمر تنفيذ الأوامر والمحافظة على هيبة القضاء وتنفيذ الأحكام.